في كل صباح أيها الإخوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالرزق. أحد منكم يحفظ الدعاء كل صباح من أذية الصباح من أذكار الصباح يعتبر كل صباح كان يقول عليه الصلاة والسلام يسأل الله ثلاث مسائل. الذي يسمع الآن يسجل يكتب يحفظ كان عليه الصلاة والسلام يقول في كل صباح اللهم إني أسألك علما نافعا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ثلاث أشياء اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فإذا في كل صباح يسأل الله رزق رزقا طيبا لأن الرزق قد يكون رزق خبيث والعياذ بالله لا ينفع صاحبه بل يكون وبالا عليه لكن المقصود الرزق الطيب اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.